كابتن عادل عبد الرحمن على التليفون دلوقتي. يا كابتن عادل. انا كابتن اسامه، ازيك؟ الحمد لله، معايا الجهاز الفني ولاعبي شباب النادي الاهلي لتقود البطوله، وطبعا في البدايه بنبارك لك، انت يعني كنت شريك اساسي في هذا النجاح يا كابتن عادل. اولا مبروك على النادي الاهلي الجيل المحترم ده، وبمسي على الكابتن عمرو والكابتن ياسر وكابتن هشام ومجموعه اللعيبه اللي موجودين في الاستوديو معاك. وانا سعيد طبعا بالاداء المميز. انا البطولات، النادي الاهلي مش محتاج بطولات، النادي الاهلي محتاج لاعبين كويسين يقدروا ان هم يكملوا مسيره اللعيبه الاخرى. زي يعني اديك مثال يا كابتن اسامه، احنا عندنا ثروه في قطاع الناشئين، دي حقيقه والله. يعني الثروه بتتمثل في لاعبين مميزين، لاعبين لو خدوا فرص في الدوري الممتاز هيبقوا جيدين جدا. اكبر دليل على كلامي عمار حمدي في الاتحاد، من اميز اللعيبه في الدوري في الوقت الحالي. تمام. احمد ياسر في الجونه، احمد حمدي في الجونه برضو. غير مجموعه اللاعبين اللي هم كريم يحيى في سموحه، كريم يحيى واحمد حاتم في معايا سموحه. مجموعه لعيبه جيده جدا، نقدر اقول لك ان هم يبقوا ارقام كبيره قوي في الدوري الممتاز ان شاء الله الايام الجايه، اذا كان مع النادي الاهلي او من الاعارات ويرجع للنادي الاهلي. عندهم نضوج وعندهم خبرات يقدروا يشيلوا النادي الاهلي، وهم عارفين اللعيبه انه النادي الاهلي كبير جدا ومحتاج كل لاعبيه ومحتاج كل ولاده. واحنا لازم نعترف ان لعيب النادي الاهلي اللي متربي جوه جدران النادي الاهلي من صغره، وانت يا كابتن اسامه والكابتن عمرو يعني ياسر عارفين جيدا مدى ان اللعيب يكون متربي جوه جدران النادي الاهلي، اداؤه بيبقى ليه اداء خاص. تمام. بيلعب على دايما على الفوز، بيلعب دايما على ان النادي يبقى في الاول، ما عندناش حته ان احنا نتعادل او نخسر. فانا بقول مبروك مبروك، مش عشان البطوله بس، بالعكس يعني انا سعيد جدا ان مجموعه اللعيبه دي بدات تنضج وبدات تبقى رقم كويس في النادي الاهلي وبره النادي الاهلي كمان. يعني انت بتشتغل بدايه الموسم يا كابتن عادل، يعني مش عينك اول حاجه على البطوله، انت عينك ازاي صناعه لاعب للفريق الاول بالنادي الاهلي. بص يا كابتن اسامه، اقول لك حاجه مهمه جدا، ده بدايه مشروع احنا كنا عاملينه. كابتن خطيب ولانا في الامر ده ان احنا نعمل مشروع، نعمل فرقه امل للنادي الاهلي. وفعلا كانت المجموعه في البدايه، يمكن كانوا المواسم اللي فاتت كان في اخفاق من عندهم مش بسببهم، ولكن عايز اقول لك انه لما خدوا الفرصه كامله، لما عملنا نظام كويس في البدايه، لما حولناهم من الناحيه الثقافيه القرويه الاول، ودي مهمه جدا. يعني لما نكون على بدايه الموسم واللعيبه عندك موجوده، عملنا لهم محاضرات ثقافيه كتير قوي، جبنا لهم الكابتن سمير عثمان عشان يعلمهم القانون، لاني لعيب كوره من غير قانون ومعرفه القانون بيجهل حاجات كتير قوي في الملعب بتتحل عليه، ازاي نفسيه الحكم ضد اللاعب في الوقت المناسب. فقعدنا نثقف فيهم عشان احنا كان لينا هدف واحد بس قبل البطوله. تمام. الهدف الاولاني كان ان احنا نصنع لاعب جيد يجيد اللعب تحت ضغط، لان النادي الاهلي ضغط كبير جدا وفنيته تقيله قوي. علشان كده المشروع كان البدايه. الحاجه الثانيه المهمه، مفيش لاعب في النادي الاهلي ما يتعلمش انه ياخد بطوله، ودي اللي كان الهدف الاساسي. ده الهدف الثاني برضه. ده الهدف الثاني، بس عايز اقول لك حاجه، الاهداف كلها مرتبطه ببعض يا كابتن اسامه، خلي بالك كتير قوي. يعني احنا كنا بنتباهى واحنا لاعبين، وكابتن عمرو عندك كنا بنتباهى، بنقول احنا بنسنتر في السنه اربع خمس مرات. تمام. ما كانش بيدخل فينا الا اربع خمس اجوان، وكنا لا هديك بس مثل صغير من الله يرحمه الكابتن طارق سليم. لما كسبنا بطوله الدوري في الماتش الفاصل بيننا وبين الاسماعيلي 4-3، احنا خارجين واخدين الدوري العام. ولكن الكابتن طارق سليم خصم فلوس كتير قوي من اللاعبين، رغم ان احنا كسبانين الدوري، واخدين بطوله. واخدين بطوله، لكن علشان دخل فينا 3 اجوان، كنا كسبانين 4-0 ودخل فينا 3 اجوان. علشان كده النادي الاهلي دايما مختلف يا كابتن عادل، النادي الاهلي مختلف عن اي نادي. النادي الاهلي ضغط، النادي الاهلي قوه، النادي الاهلي المفترض ان اللعيبه اللي بتتعلم جواه لازم تعرف انه طول الوقت وان واي، مفيش عندهم الا المكسب بس. علشان كده بقول لك تربيه لاعب النادي الاهلي بتبقى مختلفه تماما عن اللاعبين الاخرين بره
الانديه. يمكن انا خدت تجارب والكابتن عمرو خد تجارب وعارف ان لعيبه النادي الاهلي نوعيه خاصه بيلعب لاخر ثانيه. ويمكن احنا مميزين طول عمرنا في الاجيال كلها، وانت كنت موجود يا كابتن اسامه، وانا فاكر ماتش 4-3 اهلي وزمالك اللي انت جبت فيه جونين. احنا كنا بنتاخر ونرجع نتاخر ونرجع ونتاخر ونرجع، ولما ركبنا بلغه الكوره ما رجعناش، ما حدش يقدر يرجعنا ثاني. عشان كده اللعيبه اللي عندك دي كلها مشروع كبير، لعيبه جيده جدا. انا مش عارف الاسماء مين، ولكن كلهم ولادنا، يعني كلهم ولادنا، كلهم لعيبه كويسه قوي. يمكن انا ما اعتمدتش في بدايه المشروع على فرقه ال 97 وال 98 بس، التصعيد اعتمدت على تطعيم ببدر عربي بدر، ده كان لعيب مهم جدا. عندك الياس، عندك لعيبه كتير، انا مش عاوز انسى اسمائهم، ولكن عايز اقول لك ان كانوا بالاضافه للعيبه الكبار اللي كانوا المفترض ان هم عندهم خبرات كويسه قوي. علشان كده انا شايف ان السنه دي كانت مهمه جدا 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 للنادي الاهلي بانه يرجع ثقه اللعيبه دي ان هي ليها تواجد في الكره المصريه وليس النادي الاهلي بس. عاوز اقول لك انه النادي الاهلي يا كابتن اسامه بيغذي الانديه كلها. تمام يا كابتن عادل. انا بقعد احيانا اتفرج على مباريات فرقتين بيلعبوا ضد بعض، بيبقى عندنا حوالي 12 13 لعيب لعبوا للنادي الاهلي بالفعل، يعني كان قطاع ناشئين. فالحمد لله ان المشروع نجح، والحمد لله ان التكمله. وانا سمعت الكابتن ياسر كان بيتكلم على ان احنا ازاي بنتواصل كلنا مع بعض. بدايه انا اشتغلت وبعدين جه الكابتن عمرو انور، مفيش فرق ما بيننا خالص، بالعكس يعني احنا الاثنين بنكمل. كملنا كملنا المشوار بتاعنا في الاشتراك مع كابتن ياسر رجب. كابتن ياسر مدرب كبير على فكره، من المدربين الكبار جدا، ويمكن هو كان مدير فني دائما في النادي الاهلي، ولكن قبل المهمه علشان النادي الاهلي، وهو مدرب جيد وجيد ويقدر يشيل فرق ويقدر يلعب حتى يمسك في الدوري الممتاز. مع طبعا الكابتن عمرو مسك في الدوري السعودي، مسك انديه كبيره جدا. فالحمد لله ان النتيجه وضحت في النهايه ان احنا خدنا البطوله اولا، ثانيا عندنا لعيبه رجعت لهم الثقه وبقوا لعيبه جيدين جدا نعتمد عليهم في النادي الاهلي، ونعتمد عليهم خارج النادي الاهلي ويرجعوا تاني. تمام يا كابتن عادل. في النهايه يعني بنبارك لك على بطوله الشباب، وانت كنت يعني شريك اساسي في هذه البطوله. شكرا جزيلا الكابتن عادل عبد الرحمن.